يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القول على الله بغير علم أشد من الشرك؟ وهل الآية قوله سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هل هذه الآية مرتبة حسب شدة المعصية من الأقل إلى الأشد؟ نعم، القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، والشرك نوع من أنواع القول على الله بغير علم. الشرك هو من القول على الله بغير علم، فالقول على الله بغير علم يشمل الشرك وغيره. نعم.